الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات لقطاع غزة بتتزايد وبتتوالى، ومزيد من المتابعة معنا مباشرة من العريش محمد جمال مراسل النيل للأخبار. محمد، صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة النيل للأخبار من العريش من شمال سيناء، حيث معبر رفح المنفذ الحدودي الحيوي بين مصر وقطاع غزة المحاصر الذي يشهد للشهر الثامن أو يزيد عملية عسكرية شرسة في كل مناطق قطاع غزة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب في منطقة رفح، ما أدى إلى غلق المعبر منذ ما يزيد عن 7 أسابيع في هذا اليوم. يعني ما زالت الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والمساعدات الطبية والمواد اللازمة لإنقاذ المنكوبين في غزة من إخواننا الفلسطينيين تصطف في طوابير طويلة أمام معبر رفح وأمام معبر كرم أبو سالم، المعابر الجنوبية المهمة التي يشهد بأهميتها كل العاملين في الإغاثة. وكان معنا منذ قليل إناس حمدان المتحدثة باسم الأونروا في غزة، كلهم يشهدون بأهمية المعابر البرية الجنوبية وخاصة معبر رفح المغلق من الجانب الإسرائيلي. تشهد الطوابير المصطفى هنا في مدينة العريش وفي مدينة رفح بأن مصر مستعدة وتفتح الأبواب دائما لدخول الأطنان والأطنان من المساعدات على اختلاف أنواعها، ولكن استمرار العملية العسكرية في معبر في رفح وفي واستمرار غلق المعبر من جانب الإسرائيليين الذين أعلنوا منذ أيام عن تدمير تام للمعبر ونقل عملية نقل المساعدات من معبر رفح إلى كرم أبو سالم بمساعدة المنظمات الأممية والاتحاد الأوروبي، لأن مصر رفضت التعامل مع الجانب الإسرائيلي طالما هو الذي يسيطر على المعابر، وبوساطة أمريكية وقطرية ووسطاء أمميين تم استعادة دخول بعض الشاحنات، ولكن بالتعامل أو بالاتصال مع عدد من المنظمات وبرصدها يتم التأكيد على أن ما دخل من شحنات مساعدات حتى هذه اللحظة لا يكفي أو لا يصد الرمق بنص ما قالته منظمة الصحة العالمية بالأمس. بالأمس كان يوم السبت وهو يوم إجازة عند الإسرائيليين، فلم تدخل أي شحنات إلى معبر مع الأسف قوات الاحتلال دائما تعرقل وصول المساعدات وقوافل الإغاثة الإنسانية وقوافل المواد الغذائية مع الأسف، ولكن مطالبات المصرية دائما بزيادة دخول هذه القوافل دائما يتواصل، وجهود مصر الحثيثة في هذا المجال تتواصل. محمد جمال مراسل قناة الأخبار من معبر رفح ومن العريش مباشرة، شكرا جزيلا لك.